تنويه: أغلب المسلسلات اللي نتكلم عنها تصنيفها العمري زائد 18. إذا كان عمرك أقل من 18 سنة أتفرج المسلسلات، بس إحنا ما نتحمل المسؤولية، وعلى ذلك جرى التنويه. أهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من برنامج أيوة، اليوم حيكون معنا مفاجآت كثيرة وأشياء رهيبة جدا مختلفة عن العادة. أول حاجة حنبدأ بيها هي أفضل 10 مسلسلات بدأت في عام 2015. في المرتبة العاشرة معنا مسلسل سوبر هيرو إنتاج مارفل ونتفليكس، جيسيكا جونز. في المرتبة التاسعة معنا مسلسل كوميدي شوي يرجعك للذكريات السبعينات والثمانينات، ذا مابتس. في المرتبة الثامنة برضه معنا مسلسل مرة ثانية بإنتاج نتفليكس، مسلسل شوي غريب كده، سينسيت. في المرتبة السابعة معنا مسلسل جريمة من المسلسلات الجديدة والممتازة، مسلسل كوانتيكو. في المرتبة السادسة معنا مسلسل من الناس اللي تحبها بريكنج باد، مسلسل المحامي بيتر كول ساول. في المرتبة الخامسة معنا مسلسل برضه من إنتاج نتفليكس، كترانا مسلسلاتهم الجماعة دول، مسلسل عزيز أنصاري الكوميدي ماستر أوف نان. في المرتبة الرابعة برضه معنا مسلسل سوبر هيرو من إنتاج مارفل وبرضه نتفليكس تاني، مسلسل دير ديفل. في المرتبة الثالثة معنا مسلسل الموسيقى الرائع جدا من إنتاج شبكة فوكس، مسلسل إمباير. أما في المرتبة الثانية فمعنا المسلسل اللي فاز بجائزة جولدن جلوب لأفضل مسلسل في عام 2015، مسلسل يلحس مخك، مسلسل مستر روبوت. أما في المرتبة الأولى فالمسلسل اللي عليه ضجة إعلامية قوية جدا ومتابعة شديدة من الناس، المسلسل اللي حيخليك تحب بابلو إسكوبار، مسلسل ناركوس. العشر المسلسلات اللي اخترناها كانت من اختيار فريق برنامج المسلسل. لا أمزح، أنا اللي اخترتها لحالي، ما حد معايا. يلا مو مشكلة. والآن مع ضيف برنامج المسلسل، تاني ضيف معانا في البرنامج هو درامر فرقة اسمها Immortal Pain، أرسنالي وأهلاوي كمان ومدمن كوميكس وأنيمي، حبيبي وصديقي العزيز مؤيد. أهلين يا جماعة، أنا مؤيد روك. اليوم حنتكلم على شخصية مرة حلوة اسمها ديدبول. مين هو ديدبول؟ هو شخصية سوتها مارفل عام 1991، طلعت في مسلسل أو في كوميك قديم اسمه The New Mutants. هو شخصية من الشخصيات اللي تسمى الأنتي هيرو، إنه واحد ما هو طيب وما هو شرير، بس كده عارف يعني له، يحب يأذي الناس، يحب يسوي هبل، يحب يحش لسانه مرة وسخ، يسوي أصوات مرة كتير. فهذه شخصية يسموها الأنتي هيرو، إنه هو الواحد ما هو طيب وما هو شرير، بس له كده اتجاه معين عبيط. وهو يعني معجبينه مرة كثير، والناس كانت تستنى الفيلم ده أكثر من 15 سنة. متخيل 15 سنة؟ أنا حضرت الفيلم في السينما، واحد من أفضل الأفلام اللي أعتبرها أنا شفتها في 2016. فيلم فيه له أكشن وفيه له كوميدي، فيه له كوميديا كبيرة جدا على شخصيات مارفل، بترجع على كل الشخصيات استهبالية. استهبال أهم شيء. لا تقطعني، لا لا بقدم البرنامج. إذا عمرك أقل من 18 سمحت لا تتفرج ولا تجيب لنا إحراج. لسه ما حينزل دحين، يبغى له وقت لينزل تورن. طب مين ألفه؟ أنت قول. وعشان قطعتني، اللي ألفه واحد رسام مرة عالمي في مجال الكوميكس من شركة مارفل اسمه روب لايفيلد، هو اللي اخترع شخصية ديدبول وأصر أن الفيلم ده يصير عن طريق الممثل رايان رونالدز. سوى الفيلم زمان في فيلم اكس مان اللي هو حق وولفرين، بس طلع شخصية ديدبول شخصية مرة سيئة في الفيلم، فرايان رونالدز حب انه يثبت جدارته في الفيلم وسوى ديدبول ونجح واخد تقييم مرة 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 عالي. اول فيلم سوبر هيرو يكون ريتد ار. معلش ترى مو اول فيلم، في قبله فيلم ذا بانشر في عام 2008، في كم فيلم كمان، بس افضلهم بالطبع هو فيلم ديدبول، ممتاز جدا رايان رونالدز. لا تصح ما انت ما شفت الفيلم. شيت صح نصور. اول خبر معنا في حلقه اليوم هو خبر رجعت مسلسل بريزن بريك. عارف في ناس كثير دحين تحمست وقامت تنقز وافلام. المهم حيكون الموسم الخامس وحيتكون من 10 حلقات. التصوير حقه حيبدا في مارش 2016 يعني الشهر الجاي، والشخصيات اللي تحبوها كلها حتكون موجوده، تي باج والعيال كلهم موجودين. ما حديكم تفاصيل اكثر، حاولوا تعرفوه بنفسكم عشان لا حد يقول لي حركت علينا. ثاني خبر معنا يتكلم عن مسلسل جوثم، شخصيه فيشموني. شخصيه فيشموني راجعه يا جماعه الموسم الثاني من جوثم، والسيزون الثاني راجع قريب جدا. فتره نزول الحلقه هذه حيكون موجود تكملة الموسم الثاني. أهل الثمانينات، جيل الثمانينات، أصحاب الروح الحلوة، أصحاب مسلسل فول هاوس الجميل اللي كنا نعيش عليه طفولة. أنا ما لحقته للمتأخر بس برضو عشت عليه. رجع تاني مرة تانية ب 13 حلقة من إنتاج نتفليكس واسمه فولر هاوس. رجع فيه شخصيات زي دي جي تانر، ستيفاني تانر، وكيمي جيبلر، والعيلة كلها موجودة بس مو في كل الحلقات. مسلسل رائع جدا يا جماعة. آخر خبر معانا عن السوبر هيروز، خبر سريع كده، الناس اللي تتابع فلاش وسوبر جيرل حيكون في حلقة مشتركة بينهم، حتكون تقريبا في شهر مارس برضو على آخر الشهر، حتكون في حلقة مشتركة بين الشخصيتين. طيب
قبل ما تنتهي الحلقة يا جماعة حتكون عندنا مسابقة، والأول مرة على حساب إنستغرام جدة ليجندز حتلاقوا تفاصيل المسابقة موجودة. المسابقة حتكون على اشتراك شهر في شبكة نتفليكس، حتلاقوا التفاصيل كلها في الحساب، خشوا وشاركوا واحتمال كبير تفوز معنا. هذه كانت الحلقة العاشرة من برنامج المسلسل. ما عندك شيء تقول أستاذ مين؟ تقول الناس انبسطوا ولا شيء؟ إيش؟ أكيد حينبسطوا ما دام إنه البرنامج حقك. أصلاً مو مجرد الناس بتشوفني بتشوف وجهي وابتسامتي بتنبسط طبعاً. هذا الكوميك حقي. أوكي هذه حقتك خلاص. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. تابعونا وتابعونا حساباتنا في تويتر إنستغرام أي حاجة سناب شات أي برنامج تلاقوه بلو ضيفونا عليه ما عندكم مشكلة واستقبل أسئلتكم بكل صدر رحب. يلا سلام أدين الكوميك أدين. Yeah.